السلام عليكم، انزل في اللون سمعت في ولغ في اللون بزاف السوت ترجم الوحيد تعليق صحيت اكم شكرا غمني في تعليق نوان اخلافا. مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم اللي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضيه والاخباريه وجياس كاخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على شباب الخميره واخبار جياسكا. فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب، جام، لايك وشارك في القناه كي يصلكم كل ما هو جديد. حصريا كما راكم تشوفوا المدافع المالي لشباب القبائل ياكوبا دومبيا، يعني ياكوبا دومبيا خوتنا يفسخ عقده مع فريق شباب القبائل، يعني لا قدر فسخه من طرف واحد، ويعلن عن مغادرته النادي. يعني راهو غادر صاي نادي شباب القبائل وعلن على المغادرة تاعو وفسخ العقد تاعو مع شباب القبائل دومبيا. ما فهمناش ما هو المشكل، يعني وش هو المشكل تاعو مع شباب القبائل، ما راناش فاهمين. وربما هي مشكل مع الإدارة او مع الرئيس يزيد ياريشان، والله مانيش فاهم خوتنا. ليسونسيال راهو فسخ العقد تاعو، يعني دومبيا راهو فسخ العقد تاعو مع شباب القبائل. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، جام، لايك كي يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.